تقريبا صار لنا اشبه ما يكون بك المثل اللي قال لك يقر فيه ساعه كامله في درس في العقيده، وفي اخر الساعه رفع صوته تفضل سيدي قال له ربي السيد من نبي يشكو من ربي. لو احنا عام كامل ويحكون على مقاومه الفساد واسترجاع الاموال المنهوبه، حتى افاق التونسيون على خبر انه القضاء الفرنسي رفع التجميد على اموال 5000 مليار من مليماتنا من اموال بن علي. ماذا كانت تفعل السلطه؟ خاصه الملف هذا كان ممسك به سعيد قبل 19 عفوا قبل 25 جويليه و2000 منذ 19 2000. نعم والله هذه من المضحكات المبكيات اللي عايشينها اليوم واللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم بعد 25 جويليه وبعد سيطرت منظومه 25 جويليه على كل شيء. يعني احنا اول حاجه سمعناها حتى قبل الانقلاب، ما هو هذا التمهيد اللي صار، معناها ما هو الانقلاب صار التمهيد ليه، وصارت سرديات كامله تخدمت باش نوصلوا يوصلوا بعض التوانسه يخرجوا يزمروا نهار 25 جويليه. من اهم السرديات هذه انه فلوسنا قاعدة البرة المجمدة والفلوس المهربة قاعدة البرة، وانه الحكومات المتعاقبة هذه كلها في العشرية السوداء نتاعهم طبعا ما لم تسعى، مش عجزت، لا هما ما قالوش عجزت وما قالوا لم تسعى، او بمعنى اخر فهموا التوانسة تواطأت حتى لا تعود هالابوال هذه المنهوبة اللي كي باش ترجع باش تحل جنة في فوق الارض. هذه ما يدي الشعبويه، وهذا الخطاب الشعبوي اللي تخدم عليه واللي نعم اللي غرر التوانسه به. واهم هذه هي كما قلت لك هالفلوس المهربه هذه، وعملنا محامين ونجيبوا ونعملوا شو قدام الكاميرا ونجيبوا وزير الخارجيه ومحامين ووزير العدل ونعملوا شو كبير، وقلنا ونتغشوا يلزم الفلوس هذه تجي، واحنا وعملنا محامين نتاعنا ونجيبوا في الاخر نكتشفوا انه ولا اي مجهود قاعد موجه للحكايه هذه اصلا، حتى اللي كان موجود، لانه كانت فما قضايا معناها سايره ومرفوعه وفيها محامين وقفت اصلا. المساعي هذه لاستجلاب الاموال المنهوبه اللي نهبوها الطرابلسيه وخرجوها لبرا وحلوا بها معناها حسابات البرة وشروا بها ممتلكات البرة اصلا متوقفة، السعي هذا متوقف. والأكثر من ذلك كنا محتاجين باش نقروا مقال في جريدة أجنبية تفهمنا وتقول لنا راهو فما شكون قاعد يتحركوا، راهو المساعي هذه راهي معناها منعدمة، يعني راهي الدولة مش قاعدة تسعى في تقوم حتى مساعي، ولا فما قضايا ترفعت جديدة ولا حتى شيء، فقط معون الخدمة، معون الخدمة الفساد، معون الخدمة المتواطئين مع اللصوص اللي متواطئين مع اللصوص القدم، لصوص جدد المواطئين مع اللصوص القدم، وكتاب فيه 140 فاسد، رجل أعمال فاسد ومرتبطة بقضايا فساد ساعة واحدة وأنا نحكي عليه، وهذوما انتهى أمرهم وجاء وقت المحاسبة وكذا في الأخر، ولا عنين ولا سمعنا بإيقاف رجل أعمال فاسد ولا مش فاسد ولا كناطري من الكناطرية جدد للكبار، ولا قضية فساد مالي كبيرة ترفعت. القضايا اللي ترفعت هي كلها قضايا ضد سياسيين، قضايا كلها ضد خصوم سياسيين وقع فبركتها وإخراجها إخراج رديء كما قلت أنت وسمج جدا. هل فساد هذا مريناشو؟ مقاومة الفاسدين مريناهمش؟ الحيتان اللي كان يحكي عليهم اللي هزوا الفلوس اللي عندهم لو توزع على الشعب التونسي الفقير المفقر المسكين اللي فقروه طيلة العشر سنوات هذه، لو ترجع له جزء من الفلوس هذه باش سيعم الثراء الفاحش للتوانسة الكل وباش نعيشوا التوانسة الكل في بحبوحة، هذا لم نرى منه شيء اليوم ولا سمعنا به شيء اليوم. وفهمنا اليوم انها كانت مجرد كما قلت لك معون خدمة خدمت به منظومة 25 جويلية. في الاخر الفاسدين اللي سرقوا اموال التوانسه واللي خبوا اموال التوانسه هما نور الدين البحيري وحمادي جبالي اللي ترك قال الجمل بما حمل وترك لهم السياسه والحكم
وانصرف يشتغل في ورشة صغيرة في 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 دارو. والفساد هو عند راشد الغنوشي اللي لتو ما شفناهمش المليارات 27 ألف مليار اللي يحكيوا عليها ما زلنا ما شفناهاش، ما عطوها الناس وما حطوها الناس قدام الطاولة وروهانا وقالوا نهاو الفلوس لهذا الغنوشي. الفساد الكل ولا عندها ذومة، والأموال متاع التوانسة الكل ولات عندها ذومة. والسبعة 147 رجل أعمال اللي جبنا المجلد متاعهم اللي تخدم وحطيناه قدام التوانسة ثالث أيام الانقلاب 25 جويلية ما شفنا منه حتى شيء، لا المسار المحاسبة لا صار، محاسبة الفاسدين لا صار، لا شفنا فاسدين، لا شفنا أموال عايدة من الخارج مهربة، لا شفنا أموال من داخل راجعة خزينة الدولة، لا شفنا مهربين تحاكموا أو حتى معناها وجهت إليهم تهم أو قضايا أو تحاسبوا على أي حاجة. ما شفنا حتى شيء اليوم قاعدين نشوفه فقط في المحاكمات هذه، فقط في قيادات حركة النهضة القاعدين كل مرة نكتشفوا أن واحد فيهم فاسد وعنده برشا فلوس، ما شفناهاش لكن هما يشوفوا فيها. والتوانسة أكثر من ذلك فايزة، التوانسة نعم. داخل الجهات الأكثر فقرا ما زالوا شادين الباب الحجرة الكيلومترية ينتظروا في أكبر فاسد اللي وعدهم به السيد الرئيس الجمهورية على امل يعطيني شوي تنميه. ولكن من سوء حظ اعلامنا ان هالفاسد بتاع 5000 مليار مش من العشريه السوداء، الا ظهر من العشريه البيضاء اللي قبل العشريه السوداء.